عودة لضيفنا العزيز أيمن جلبرتو، وكنا بنتكلم بقى على ميسي وعلى رونالدو، وقفنا بقى في الكلام فيه. أيوة بص، إحنا يعني اتكلمنا على ميسي بس عايزين نرجع للميركاتو عامة، وعايزة أروح برضو معاك للدوري الألماني لو تسمحوا لي عشان الوقت بيجري بسرعة جدا. يعني الدوري الألماني البعض كان بيقول إن هو أصبح ممل جدا، أنت بتتكلم في بايرن ميونخ بيلعب أو بيلعب نفسه، يعني مفيش منافس حقيقي، فهل بتتفق مع هذا الموضوع؟ يمكن طبعا بايرن ميونخ مسيطر في المانيا بشكل كبير، الفريق يعني اخر كام سنه 9 سنين بنتكلم ان هو يعني فريق متكامل جدا، حتى في اوروبا لما بيظهر بيظهر بشكل قوي. ولكن الدوري الالماني عموما في الفتره اللي كنا بنتفرج فيها يعني قبل ما خلاص ما بقاش يتذاع في الشرق الاوسط، لا في تنافس يعني الانديه ما بينها وبين بعض بيبقى في تنافس، شالكا، بروسيا دورتموند، لايبزيج بعد كده لما ظهر، فكل فولفسبورغ كمان، يعني الشركات دي الانديه دي مع في بعض الرعاه لما دخلوا الانديه معينه، فانديه حتى الدوري الالماني ابتدت مع بايرن بتظهر اوروبيا وبيبقى في تواجد ليهم في ادوار متقدمه في دوري ابطال اوروبا. فالدوري الالماني ما نقدرش نقول ان هو ممل، بس هو بالنسبه للمتابع المصري والعربي مش هو حظه اقل في النسب المشاهده، كمان عندهم يعني اسم او اسمين بالكثير، لكن بالزبط. مش زي مثلا الدوري الفرنسي الدوري الانجليزي برضو. يعني كريستيانو رونالدو كنا بنتكلم انا ونهاوند بلينك من اللينكات بتاعت حلقه النهارده، بقول لها انا عندي احساس كده والله اعلم ان رونالدو متكعبل شويه، يعني الفتره دي الدنيا مش ماشيه على هواه قوي من اول ما راح يوفنتوس بصفه خاصه، وتحس ان هو مفيش اريحيه من طرفه. وبعدين لما اعلن كمان الرحيل كان في كلام وتلميحات على انها كانت رغبه يعني مزدوجه منه من اداره النادي. فانت شايف ان هيحصل حاجه في مسيرته الفتره الجايه، خصوصا ان احنا بنتكلم عليه يعني 36 سنه دلوقتي؟ لا بس كريستيانو هو دلوقتي زي ما انت بتقول هو راجع بقى بيته، يعني المفروض هو راجع للمكان اللي هو هيرتاح فيه نفسيا، الجمهور اللي هو بيحبه، بداياته هيستعيد فيها ذكريات كويسه، طبعا لسه وجود أليكس فيركسون في الصوره ان هو على طول متواجد في النادي، ده الاب الروحي لكريستيانو. زي ما انت قلت يا كريم، كريستيانو فعلا يعني اخر كام سنه لعب في يوفنتوس، طبعا هو بيعمل ارقام قياسيه وراجل متواجد كهداف وخد مع يوفنتوس الدوري الايطالي، ولكن واضح ان الكيمياء بتاعته مش راكبه قوي يعني في يوفنتوس. كمان يوفنتوس في الفتره دي هو في الفتره يعني بيبني، لسه هيبني او في مرحلة هبوط شوية، حتى فترة بيرلو الأمور ما كانتش يعني مستقرة. يعني بعيد عن قصد البطولات؟ أوروبيا كريستيانو طبعا لما الناس كلها حتى كانت بتهزر تقول إن يوفنتوس حظه سيء جدا في دوري أبطال أوروبا، صعد أكتر من نهائي في السنين الأخيرة وما كانش بيوفق، فاللي هو جاله دوري أبطال أوروبا شخصيا اللي هو كريستيانو رونالدو بالبطولات برضه مش ظابطة معاه، وبرضه ما فيش لا وبيخرجوا كمان من أدوار مبكرة، فالأمور دي بالنسبة لكريستيانو صعبة، مع ان الراتب بتاعه طبعا الضخم في يوفنتوس قل النص، لا مش قل النص بس يعني بالانتقال فالنهارده هو لو كان بياخد مثلا 30 او 25 مليون استرليني في السنه، هو في مانشستر هياخد اقل، ولكن ده كان عبء كبير على نادي يوفنتوس. أليجري نفس المدرب بتاع يوفنتوس كل الناس عارفه ان طريقته شويه مش هتتماشى مع كريستيانو، ان هو يعني لما كريستيانو اول لما جه يوفنتوس كان هو مشي ويقال ان النادي يعني كان بيقول دي مرحله جديده، فكل مع بقى كمان انتقال ميسي لباريس سان جيرمان والضجه اللي حصلت، فكريستيانو لا انا مش هينفع اقعد انا مش هينفع اقعد. وبرده بنتكلم ان كريستيانو لما هينتقل من يوفنتوس لمانشستر بمبلغ يعني مش كبير خالص، لو كمل 20 مليون استرليني او حاجه كده، ده يعني برضو مبلغ تقريبا من كتر مقرر انا عليه تقريبا والله كريستيانو بقى له سنه، لكن هو كراتب هو هيفضل طبعا بتوع زمان او وصل النص اهو، لكن كراتب لا هو الراتب بتاعه طبعا هيفضل بنتكلم في 380 ألف استرليني اسبوعيا. فهو في مانشستر يونايتد هي قصه جميله كلنا مستنيينها، لان فعلا هنستعيد بدايات كريستيانو وهنشوف بقى مع الجيل الحالي هيعمل ايه. مانشستر يونايتد بقاله فتره بيكسبش بريمير ليج، فدي برضو حاجه هم نفسهم فيها. كان في صوره لاخر الفريق اللي كسب دوري ابطال اوروبا مع مانشستر يونايتد كلهم اعتزلوا، يعني هم مش انتقلوا لا اعتزلوا كره القدم، ورونالدو الوحيد اللي مكمل وبيرجع لمانشستر، فكلنا مستنيين التجربه دي نشوف هتكمل على ايه. اعتقد هو الدوري الانجليزي هيختلف بشكل كبير كمان، بنتكلم لكوكا للتشيلسي وليفربول محمد صلاح، ودلوقتي كريستيانو مع
مانشستر يونايتد، فيعني بتهيألي هيبقى فيه برضو متعه اكتر ما نقدر نقول يعني بتهيألي كده. اه طبعا، لا الدوري الانجليزي كل سنه الناس بتحاول تلاقي له مخرج ان هو لا هيقل، لا كل سنه في حاجه كبيره، اسامي بتنضم اعظم اللي قبلها. وكمان زي ما انت قلتي احنا عايزين نشوف الصراع بقى بتاع كريستيانو وصلاح، يعني النهارده صلاح مكسر تقريبا اغلب ارقام كريستيانو اللي هي فرديه في البريمير ليج، فكريستيانو راجع له المره دي، هتقول بقى كريستيانو وصلاح او صلاح وكريستيانو بشكل مباشر، فالموضوع هيبقى ممتع جدا يعني.